مالك؟ في ايه؟ حصل ايه؟ كلمي. هو انت شايفه ان اللي انت فيه ده عادي؟ يعني ايه؟ يعني عايشه حياتك طبيعي، ترسمي وتسمعي مزيكا، ولا كأن ابوكي وامك مش موجودين او مخطوفين؟ اوعي تكوني فاكره ان انا مش عارفه اللي حصل. عارفه ايه؟ انا عارفه يا سمر ان انت ما عشتيش احسن حياه مع بابا وماما، بس ده مش معناه ان انت تبقي عايشه حياتك طبيعي قوي كده كانك مبسوطه ان هم اختفوا. مش معنى ان هم كانوا دايما بيفضلوكي عليا وشايفيني ان انا الفاشله ان انا اتمنى ان يحصل لهم حاجه. ما قلتليش ليه ان انت طردتي فيفي؟ مين اللي قالك؟ هي وقالت لك ايه كمان؟ انا اللي بسالك. انا هقول لك قالت لك ايه. قالت لك ان انا طردتها، فمخك ابتدى يلعب ويودي ويجيب، وبعد كده بعت رشوان يشتري حاجه. انا ما قلتش كده. وزحمت البيت، وبعدين خطفت امي وابويا وقتلتهم ودفنتهم. بنتقم من ابويا وامي. ايه الهبل اللي بتقوليه ده؟ انا ما قلتش كده. بس بتفكري في ده؟ لا مش بفكر في ده، بس انا عايزه افهم فيه ايه. عايزه تفهمي. ايه ده؟ بابا كان متجوز فيفي؟ عارفي. والباشا كان سايب لها الورقه بتاعتها معاها، لارج جدا. كذا مره اشوفه بيلطف معاها في المطبخ، بس مره الموضوع كان زايد حبتين. هو مرة كان عازم صحابه هنا في البيت وهي كانت مشغولة معاهم، دخلت أوضتها قعدت أدعبس لحد ما لقيت الورقة دي. وبعدين؟ خدتها بيني وبينها وقلت لها لو شفت وشك هنا تاني في البيت هسجنك، فاهمة؟ وأخدت صورة بطاقتها. حكيتي لحد الموضوع ده؟ خالص. هشام مثلا؟ ولا حد يعرف. هتجنن. طب جات لي ليه؟ عشان وسخة. عاوزاني احكي لك وبعد كده تقعد تساومنا عشان ما تقولش ان هي كانت متجوزاه. اكيد عامله نسخه من الورقه دي، ولو جرى له حاجه هتطلب في الورث. واطية. احنا لازم نفكر هنعمل ايه، لان احنا مش ناقصين فضايح، وخصوصا انتي.